مشاهدين الأعزاء، يصل في هذه اللحظات سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد النهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحادي سباقات الهجن، وسمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، وسمو الشيخ خالد بن حمدان النعيمي رئيس اللجنة العليا المنظمة بميدان التلة، سمو الشيخ أيضا جمال بن صقر القاسمي. هذه هي لحظات التتويج ولحظات أيضا تتويج رموز هذا المساء. الشوط الأول الرئيسي الخاص بالإبكار الحجايج المفتوح بالإضافة إلى مليون درهم ذهب إلى مهيبة لسعيد بن محمد آل سالمين المنصوري. تهانينا والناموس لهم على هذا الفوز والانتصار، تهانينا بالفوز والحدث الرياضي الكبير من خلال التوقيت الزمني الأفضل 5:41 أربع أجزاء من الثانية. هنا الكاس الغالي الذي يحمل اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله. هنا حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري مالكي مهيبة، وهنا أيضا هزاع ومنصور وعيلان المهيري. بالفعل هنا يستلموا هذا الكاس، ألف 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 مبروك من يد سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد النهيان. هنا كاسي مهيبة وكاس الأحداث بالفعل بالتوقيت الزمني الذي أسلفت به بالفعل 5:41 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الكبير. يأتي شوط الجعدان فكان شاهين العبد الله بن يافور المنصوري، تهانينا والناموس على أيضا هذا الفوز الكبير. هنا مشاهدين الأعزاء سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي يسلم مسلم بن علي بن دري المنصوري وعيسى أيضا بن علي بن دري المنصوري من قدموا شاهين في اندفاعات قوية وتحديات مثيرة في انطلاقة شاهين. هنينا هنا مسلم بن علي بن دري يستلم كأس شاهين، ألف ألف مبروك هذا الفوز والانتصار من خلال تواجد شاهين عبد الله بن يافور المنصوري. هنينا والناموس. هنا مسلم بن علي بن دري، شكرا سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد النهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، شكرا سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان بتتويج رموز هذا المساء، بتتويج رموز سن الحجاي. 4 كيلومترات هي المسافة التي انطلقت منها هذه الفئة العمرية بالفعل، فكانت الإثارة والحماس. شكرا لصاحب هذه الصورة العريقة، شكرا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله. دعم كبير يأتي بهذا المهرجان الذي ولد كبيرا ويبقى كبيرا، وهذا هو يأتي في نسخته 8 متجولا في أيضا الإمارات الشمالية بالفعل، وفي هذه الإمارات حيث يضع رحاله هنا في إمارة عجمان حيث يأتي الأحداث والقوة والإثارة في هذا الميدان. موقع الحدث هو ميدان التلة. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نستكمل أيضا انطلاقة هذا المساء من خلال 15 شوطا التي رصدت من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق، كما نتقدم بالشكر الجزيل لاتحاد سباقات الهجن على التنظيم الأكثر من رائع بالفعل هنا على أرضية هذا الميدان. 5 أشواط انقضت، ليتبقى لدينا 10 أشواط قوية نوعد فيها بالحماس والقوة والإثارة وتسجيل أيضا النقاط من خلال الفوز والانتصار.